السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا. سألنا نتكلم عن المنحة دي، أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل ألوان، يطلع لي فرص ومنح عديدة جدا، بالإضافة كمان إن ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقي عليه جميع مقالات المنح اللي إحنا بنعرضها على القناة بجميع خدماتنا اللي إحنا بنوفرها. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممتازة جدا في السعودية مقدمة من جامعة الملك عبد الله لعام 2024، ولكن التقديم مفتوح لجامعة الملك عبد الله لعام 2024، وهي تعتبر من أفضل وأحسن الجامعات، وهي مفتوح للتقديم لربيع وخريف 2024. تمام، المنحة الدراسية بتتميز إنها منحة دراسية كاملة. هنا عندنا وصف مختصر للمنحة. الدول اللي فيها الدراسة هي المملكة العربية السعودية، الجهة المانحة جامعة الملك عبد الله، الفئات المسموح لها التقديم كل دول العالم، سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي. بالنسبة لمستوى الدراسة، متاحة لدرجة الماجستير والدكتوراه، يعني لو انت في اخر سنة من البكالوريوس وخلصت البكالوريوس تقدر تقدم على الماجستير، لو في اخر سنة من الماجستير وخلصت الماجستير بتقدر تقدم على الدكتوراه. بالنسبة للتمويل فهي ممولة بالكامل. طيب تفاصيل عن جامعة الملك عبد الله، بيقول لك تقدم جامعة الملك عبد الله سنويا اكثر من 100 جائزة للطلاب، يعني اكثر من 100 منحة للطلاب. وتأسست المنحة دي، منحة كاوست، في عام 2009 وتقع في سوق تمام في المملكة العربية السعودية، وإنها مؤسسة بحثية خاصة، وهذه الجامعة تعد من أفضل وأحسن الجامعات عربيا ودوليا. الفوائد المالية للتقديم على المنحة دي، بمجرد تقديمك في المنحة دي وقبولك فيها هيتم سداد الرسوم الدراسية كلها ليك بالمجان، مش هتدفع أي تكاليف خالص بالنسبة لرسوم الدراسة. عندك السكن الجامعي مجانا، عندك راتب للمعيشة ما بين 20 ل 30 ألف دولار سنويا عشان يغطي لك كل تكاليف المعيشة الخاصة بيك وأي احتياجات أخرى. كمان عندك الدعم الطبي أو التأمين الصحي، دعم النقل كمان تمام، وأي بقى طبعا أبحاث أو أي أشياء بيتم طبعا مساعدتك فيها وتمويلك بالنسبة لهذه الأبحاث. عندنا بالنسبة لمجالات الدراسة، عندنا مجالات عديدة جدا زي الرياضيات، الفيزياء، الهندسة الحيوية، عندنا العلوم البيولوجية، عندنا تخصصات هندسية وتخصصات طبية كمان وتخصصات أدبية تمام. فبتلاقي قائمة التخصصات كلها هنا المتاح ليها التقديم في المنحة دي. معايير الأهلية للتقديم، طبعا تكون انت من اي دولة من خارج المملكة العربية السعودية، متاح للسعوديين مش للسعوديين، متاح للمقيمين في السعودية يقدموا، ولكن لازم تكون جنسيتك غير سعودي تمام. وطبعا متقدمين حصلين على درجة البكالوريوس مؤهلون لدرجة الماجستير، والماجستير مؤهلون لدرجة الدكتوراه. المستندات المطلوبة، عندنا اوراقك بقى الشخصية زي تعمل موتيفيشن ليتر، تحط السي في بتاعك، الباسبور، كشوفات الدرجات، والشهادات الجامعية بتاعتك. الموعد النهائي لتقديم الطلبات، اخر ميعاد للتقديم هو بيكون على تم افتتاح المنحه دي تمام لفصل الربيع والخريف على اساس المساحه المتاحه. يعني كل ما بيتم التقديم مبكرا كل لما بيكون افضل، عشان طبعا الابلكيشن بيفضل مفتوح لمده معينه. كيفيه التقديم، في ابلكيشن اونلاين بنملاه وبنحط فيه كافه التفاصيل وكافه البيانات، وبعد كده بترسله المنحه والمنحه بترجعه وبترد عليك بالنتيجه النهائيه. طبعا كمان ما تنسوش ان مؤسستنا منح من كل العالم توفر خدمات اضافيه، خدمه تقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، فرص مضمونه القبول للمساعده للسفر الى هولندا، منح دراسيه مضمونه القبول في الصين، خدمه تقديم على عقود العمل في اوروبا وكندا، تاشيرات مضمونه، عقود عمل، العديد من الخدمات. لو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا هنا، بتضغط رابط خدماتنا الاضافيه من هنا بيفتح معاك. طبعا هتلاقي العديد من الخدمات، على سبيل المثال بتختار خدمه التقديم للمنح، تملى الاستمارة الخاصة بالتقديم للمنح، وتكتب مثلا انك عايز تقدم في المنحة دي او اي منحة انت مهتم بيها، واحنا بنتواصل معاك ونرتب ليك كل شيء. طبعا عندك خدمات تانية، ممكن تقدر تصفح الخدمات التانية وتعرف الخدمات المضمونة الاخرى اللي احنا بنوفر. دلوقتي عايزين نقدم بقى في المنحة دي، نعمل ايه؟ نروح عند كلمة قدم الان دي ونضغط عليها. لما تضغط على كلمة قدم الان يفتح معاك الفورم ده، بيقول لك لو انت ما عندكش يعني بروفايل على الموقع بتاع الجامعة تمام، يبقى انت لازم انك تعمل بروفايل، اول تعمل كرييت اكونت. طبعا في الكرييت اكونت بيرسونال انفورميشن، اسمك، اسم العائله، الايميل بتاعك، تاريخ الميلاد، الدرجه العلميه اللي انت مهتم بيها، التخصص اللي انت مهتم بيه، وهكذا. وبعدين بتحط طبعا زي يوزر نيم كده، انت بتعمل له كرييشن، بتحط الباسورد، بتعمل فيريفيكيشن للباسورد، وبتعمل انك موافق على كل الشروط والاحكام، وبتضغط على سبميت انفورميشن. طيب بعد لما بتملى البيانات دي كلها بيتعمل ليك اكونت، بعدين بترجع للجزء ده هنا. طيب بعدين بيفتح معاك الاكونت بتاعك بالشكل ده، طبعا تحط اليوزر نيم اللي انت انشاته والباسورد، وبعدين تضغط على اللوجن تمام. لما تضغط على لوجن بيفتح معاك، طبعا بيقول لي ان انا عامل ابلكيشن قبل كده بس لسه انا ما بعتوش للجامعه،
فلازم ادخل واعدله بقى عشان اوريكم ازاي تملى الابلكيشن بتاعك. فاضغط على ايديت ابلكيشن وندخل ونملاه مع بعض خطوه بخطوه. تمام، اول حاجه الابلكيشن ديتيلز اللي هو ابلكيشن فور سبميشن. تمام، وده بيديك بعض النبذات وبعض المعلومات، بيقول لك ان اي حاجه محطوط عليها علامه النجمه الحمراء دي يبقى الزاميه ولازم تملاها، بيديك بعض الانستراكشنز كده لازم تمشي عليها. بعدين بروجرام اوف ستادي، برنامج الدراسه بتاعك اللي انت هتدرسه واللي انت مهتم تقدم ليه في الجامعه. فطبعا انا مثلا اخترت ماجستير، اخترت اللي انا عايز اقدم على الابليت ساينس اند كومبيتيشنال ساينس. تمام، مثلا ممكن تختار كيمستري، بايو ساينس، كيميكال انجينيرنج، مارين ساينس، تختار بقى التخصصات على حسب المرحله الدراسيه اللي انت مقدم عليها، وتختار طبعا بقى السبيسيفيك او سبيسيفيك ميجر او التخصصك اللي انت عايزه بالتحديد، لان في تخصصات اساسيه وفي تخصصات جواها فرعي. تمام، طبعا بقى have you discussed your application with a member of the university، بيقول لك هل انت الابلكيشن ده بتاعك ناقشته مع حد من تيم الجامعه قبل كده او اتكلمت مع حد من تيم الجامعه قبل كده، فبتقول نو. تمام، لو انت طبعا كنت اتكلمت فبتوضح مين الشخص اللي انت اتكلمت معاه من الجامعه قبل كده. هل قدمت للجامعه دي قبل كده سابقا، فبتضغط نو لو انت اول مره بتقدم. بعدين السبونسرشيب، السبونسرشيب هو خاص بالتمويل بتاعك، هل محتاج اي مساعده في التقديم، او عفوا هل محتاج اي يعني في اي تمويل هيجي لك من بره، فبتقول مثلا ان مفيش اي ثيرد بارتي او اي جهه اخرى هتمول دراستي في الجامعه. تمام، لو في اي جهه اخرى هتمول دراستك في الجامعه يبقى انت توضحها، لكن لو مفيش جهه خلاص. بعد كده البيرسونال انفورميشن، معلوماتك الاساسيه. في معلوماتك الاساسيه بتحط اسمك، اسم العائله، تاريخ الميلاد بتاعك، الدوله اللي انت فيها، جنسيتك منين، رقم جواز السفر بتاعك. تمام، التاريخ انشاء جواز السفر، تاريخ انتهاء جواز السفر، بتحط صوره من الباسبور بتاعك. تمام، كل ده بتجاوب عليه. لو انت عندك اقامه في السعوديه بتحطها. طيب بعدين في الخطوه اللي بعدها بتخش على حاجه اسمها الكونتاكت انفورميشن، بتحط طبعا الايميل بتاعك، تاكد تاني على الايميل، العنوان اللي انت مقيم فيه، الدوله اللي انت مقيم فيها في الوقت الحالي، البوستال كود، المدينه، الكلام ده كله، رقم تليفونك، العنوان ده صالح لحد سنه كام، كل ده بتحطه. تمام، وتحط طبعا لو عندك بيرمننت كونتاكت ديتيلز اللي هو الدائمه، بيانات التواصل او العنوان الدائم بتاعك عشان لو حبوا يبعتوا لك اي حاجه او يتواصلوا معاك. بعد كده بخش على الخطوه اللي بعدها الامرجنسي كونتاكت ديتيلز، في حاله لا قدر الله ما قدروش يتواصلوا معاك على البيانات اللي فوق هتواصلوا مع الشخص اللي انت هتحطه هنا، سواء والدك، والدتك، صديق ليك، بتحط اسمه، الاسم الاخير بتاعه، الايميل بتاعه، رقم التليفون، بحيث لو ما قدروش يتواصلوا معاك على البيانات اللي فوق يتواصلوا مع الشخص ده وهو يوصل لك ويبلغك بالرساله بتاعته. تمام، طيب بعد كده بنخش على البريفيوس ايديوكيشن. بريفيوس ايديوكيشن اللي هي خلفيتك التعليميه السابقه. طيب الدرجه العلميه اللي انت درستها كانت ايه، درستها فين، الجامعه اللي انت اتخرجت منها، تاريخ التخرج، الدرجه العلميه بتاعتك كام، حضرت من امتى لامتى، كل التواريخ دي بتحطها وكل التفاصيل دي بتحطها. طبعا هنا بتضيف الترانسكريبت اكاديميك ريكورد اللي هو كشف الدرجات الخاص بيك، هل درست في الجامعه دي باللغه الانجليزيه كمان ولا لا، بتحدد كل ده. وممكن تقدر تضيف اكتر من جامعه. تمام، فمفيش مشكله، معاك لحد 3 جامعات وتضيف. لو انت مثلا درست في جامعه واحده بتضيفها، درست في جامعتين ثلاثه بتضيف اكتر من جامعه معاك. بعد كده الستيتمنت اوف بيربس اللي هو خطاب النيه، مطلوب منك تحمل خطاب نيه وتتبع فيه التعليمات دي اللي هو الباس وورك اند بريبريشن انتين فيلد اوف ستادي، ازاي كانت الخبره السابقه بتاعتك وازاي انت هتجهز او تنوي الانضمام لهذا التخصص هيفيدك ازاي. تمام، ايه البلانس بتاعتك او الخطط بتاعتك في الابحاث اللي انت هتعملها في الجامعه دي او دراستك في الجامعه دي، ازاي خبرتك او دراستك في الجامعه دي هيساعدك في كاريرك المستقبلي او عملك المستقبلي، كل ده بتجهزه وبتعمله في شكل بي دي اف او وورد وبتكتبه وبترفقه هنا. كمان بترفق السي في بتاعك هنا، تمام، نسخه من السي في. بعد كده بتخش على ستاندرايزد تيستز اللي هي الخاصه بيه، لو انت عندك اي اختبارات زي مثلا هاف يو تيكن ذا جي ار اي اكزام، بتضغط نو انك ما خدتش الجي ار اي مثلا وخلاص. اخدت الاي بي تي اكزام، تضغط نو. هل الانجليزي لغتك الام ولا لا، اي امتحان من الامتحان دول لو مش معاك تضغط نو انك مش معاك الاختبارات دي لو مش عندك. تمام، بعدين بتخش على الخطوه اللي بعدها ريسيرش اند بوسترز اند بابليكيشنز، دي هتبقى اهتمام اكتر على الناس بتوع الدكتوراه، هل عندك بابليكيشن ولا الناس اللي هتقدم على الدكتوراه عندك بابليكيشن ولا لا، ايه خبرتك في الابحاث بتاعتك،
التايب اوف دوكيومنت، ايه اللي انت نشرته؟ هل نشرت بوستر ولا بابليكيشن ولا ريسيرش ولا ايه بالظبط؟ طب نشرته فين؟ تاريخ امتى؟ كل ده بتحطه. تمام، الاهتمام اكتر هيكون على بتوع الدكتوراه مع الجزء ده. بعدين الاذر انفورميشن اللي هي اسئله بقى اضافيه، هل سمعت عن الجامعه دي ازاي؟ هل احد اقاربك او حد من عيلتك بيدرس في الجامعه دي؟ سمعت عنها ازاي؟ مثلا ممكن تقول اذر سكولرشيبس ايفري وير، اللي هو احنا بس بتملى البيانات دي. بعد كده بقى الامبورتنت لينكس بالنسبه للريكومنديشنز، في حاجه اسمها ريكومنديشنز اللي هي خطابات التوصيه. تمام، طبعا انت لازم تعمل بقى 2 خطابات توصيه وتحط بيانات استاذين وتكتب ايميلاتهم وتحط التفاصيل بتاعتهم عشان يبعتوا لهم لينك ويجاوبوا على الريكومنديشنز دي. خلاص انت كده يعتبر خلصت الابلكيشن بتاعك. بعد لما بتخلص خالص بترجع تاني للصفحه الرئيسيه وبتضغط على سبميت ابلكيشن بعد لما بتخلص كل الحقول دي. تمام كده، فبس ده الابلكيشن بتاعنا وبتنتظر رد من منحه. فكده بشرحنا كل التفاصيل الخاصه بالمنحه دي. انا شايفها ان منحه ممتازه جدا. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه من هنا لو حابين تقدموا من خلالنا، وتشوف الخدمات هنا وتختار مثلا خدمه تقديم للمنح، واحنا بنقدم ليك على المنحه دي واي منحه تانية انت مهتم بيها. اتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.